إنسان في عليه ديون بأرقام كبيرة جدا لا يستطيع سدادها، فإذا قيل له افعل هذا العمل لثلاثين يوما وأنت معفى من كل هذه الذمم، بتردد ثانية بالاستجابة. لذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرصة، واحد عليه 8 ملايين وعليه سجن وعليه أعمال خطيرة جدا، قيل له افعل هذا 30 مرة تنجو من كل هذه الضرائب أو المكافآت. لذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فرصة، فرصة أن تصطلح مع الله، أن تفتح صفحة جديدة مع الله، فرصة المغفرة. لذلك ومن قام رمضان، أول وحدة، أول نص، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولكن الحقيقة المرة أحيانا أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من عاد بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان فكأنه والله لا أبالغ ما صام رمضان. العبادات في الإسلام تراكمية ليست عبادات موسمية، أن تطيع الله في كل الأشهر. أما رمضان في شهر استثنائي له ميزات كثيرة. من صام رمضان كما قلت قبل قليل إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لكن في نقطة دقيقة، دقيقة جدا، أنت راكب السيارة والإشارة حمراء والشرطي واقف، لماذا تقف؟ سؤال فكري، لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك بتسطير غرامة كبرى. إذا أنت لماذا تطيع هذا الأمر؟ لأنك تعلم علم اليقين أن واضع هذا القانون علمه يطولك وقدرته تطولك. لذلك أضع يدي على قضية خطيرة جدا، إذا عرفنا الآمر وهو الله ثم الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت به. كأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين الأولى، في صلاة وفي صيام وفي حج وفي زكاة وفي لقاءات وفي محاضرات وفي جامعات، بس يا ترى الإسلام مطبق بتفاصيله؟ مطبق في كسبنا وإنفاق مالنا، في لقاءاتنا، في أمسياتنا، في رحلاتنا؟ شيء دقيق جدا. منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من العلاقات الأسرية وينتهي بالعلاقات الدولية، هذا الدين. أما العبادات الشعائرية على عظمها إن لم ترافقها عبادة تعاملية لا تخطف ثمارها. وفي نصوص واضحة وصارخة حول كل عبادة على حدة، للصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة، هذه العبادات الشعائرية إن لم ترافقها معرفة بالله عز وجل تفرغ من مضامينها. يعني نحن بالعالم مليارين مسلم والوضع لا يرضي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. سؤال محرج، هل نحن مستخلفون؟ لا والله. والحقيقة المرة دائما وأبدا أفضل ألف مرة من الوهم المريح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كقانون كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم. هل هذا الدين ممكن أم يواجه حربا عالمية ثالثة الآن؟
معلنة على السنة، هذا هي حقيقة مرة أراها أفضل ألف مرة بالوهم المريح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. في كلمة واحدة بالله يعبدونني. فإذا قصرنا في العبادة فالله عز وجل في حل من وعوده سلس. نحن في عنا أشياء دقيقة جدا، نملك نصف ثروات الأرض بالتمام والكمال، نحتل موقع استراتيجي الأول في العالم، ملتقى القارات الثلاث. بدنا نتحدث ساعات وساعات عما نملك، وقد نتحدث ساعات وساعات عن الذي يحاط بنا. يعني مرة ثانية أنا أرى الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. النقطة الدقيقة، لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أعظم تكريم، سخر له الكون تسخير تعريف وترشيد، وهبه نعمة العقل فطره فطرة تنزع إلى الكمال، أودع فيه الشهوات ليرقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات، منحه حرية الاختيار. كلام دقيق، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا ألغيت الاختيار ألغيت الدين. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية بطل العقاب، لو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً ولم يعصى مغلوباً ولم يطع كارهاً. فالنقطة دقيقة جداً، العبادة الحقيقية تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وتنتهي بالعلاقات الدولية، كسب المال، إنفاق المال، اختيار الأصدقاء، التعامل مع الأقوياء. يعني في بنود لا تعد ولا تحصى. هذا يبدأ هذا الإسلام من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الإسلام منحه حرية الاختيار لمجرد أن تتوهم أن الإنسان مجبر على ما كتب عليه سالفاً. هذا خطأ كبير. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية بطل العقاب، لو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعصى مغلوباً ولم يطع مكرهاً. يعني ممكن للتقريب مثل لكن غير معقول، أول يوم بالعام الدراسي جمع المدير الطلاب في الساحة في الباحة وتلى عليهم أسماء الناجحين في آخر العام وأسماء الراسبين، انتهى الدين كله. حينما تلغي الاختيار ألغيت الدين. الاختيار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. لذلك خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، كرمه أعظم تكريم، سخر له الكون تسخير تعريف وترشيد، وهبه نعمة العقل وفطرة تنزع إلى الكمال، أودع فيه الشهوات ليرقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات. يعني للتقريب مثل مطلوب، صفيحة البنزين هذا سائل غالي جداً، أصل السيارات. هذا السائل إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في البستونات بالمحرك، نقلك في العيد للعقبة، انفجارات كلها بس مدروسة ومنضبطة. الصفيحة نفسها صبها على السيارة، أعطيها شرارة تحرق المركبة ومن فيها،
ما في حل وسط. الدين سلام، الدين رقي، الدين كمال، الدين وفاء، الدين علم، الدين رحمة، الدين حكمة، لا تنتهي إيجابيات هذا الدين. أما إذا كان تركناه أصبح له معنى فولكلوري. قرأ القرآن في باريس على أنه فولكلور شرقي، والله لا أنساها. القرآن كتاب خالق الأكوان قرأ في عاصمة في أوروبا على أنه فولكلور شرقي. إذن منحه حرية الاختيار ليثمن عمله. أنزل كتابا أحل فيه له الطيبات وحرم عليه الخبائث، ذلك ليعرف ربه فيعبده ويستعد بعبادته وطاعته في الدنيا والآخرة. يا سعد، يعني بدي أقول كلمة دقيقة. في عنا لذة وعنا سعادة. اللذة حسية مادية تحتاج إلى صحة ومال ووقت لحكمة بالغة بالغة بالغة. في البداية مال ما فيه، بس في صحة وفي وقت. بالوسط في مال وفي صحة بس ما في وقت. بالنهاية في صحة في مال وفي وقت ما في صحة. ما سمح الله للذات أن تحل محل المبادئ والقربات. الآن الحق لابس خلق السماوات والأرض، والحق لقب هو الشيء الهادف والثابت. إنشاء جامعة هذا شيء هادف لتخريج قادر الأمة، ومستمرة جامعة. أما السرد أسبوعين فقط. العابس والزائل. الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والعابس. لكن للتقريب، في دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط. خط النقل الصحيح، لأنه في نقل غير صحيح. خط النقل الصحيح في نقل موضوع، وخط الفطرة السليمة في فطرة منطمسة، وخط الواقع الموضوعي في واقع مزور. فالنقل الصحيح كلام الله عز وجل وتعالى مع بيان كلام المعصوم وهو سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. والعقل الصريح ميزان علمي أودعه الله في الإنسان ليتعرف من خلاله إلى الله الواحد الديان. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. العقل. والفطرة ميزان نفسي، دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي. هذا الميزان مدرج في كيان الإنسان. شو الدليل؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ألهم هذه النفس، إن فجرت أنها فجرت، ألهم هذه النفس إن اتقت أنها اتقت. الآن الواقع خلق الله، تحكمه القوانين التي قننها الله عز وجل والسنن التي سنها النبي المعصوم. ولما كانت هذه الفروع الأربعة من أصل واحد هي إذن متطابقة تطابقا تاما. العقل الصريح، نعم، العقل الصريح والنص الصحيح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي، هي كليات الدين. أربع خطوط تتقاطع في دائرة.